السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة فلوغو تاويل بيتي شانيل، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وانتم كتفرجوا نكون خفيفة على خاطركم. فيديو او فلوغ بغيت نشاركه معكم من مدينة فاس الحبيبة، فيها بزاف ما يتشاف صراحة، ولكن لضيق الوقت اللي كان عندي اسبوعين يلاه زرت فيها شوية بعض الاماكن. واللي كيقول مدينة فاس معناها الصناعة التقليدية والأصالة والتاويل من هنا خارج. المهم ما كرهت نوصل للمدينة القديمة من تما، يعني فين كاينين الحرفيين اليدويين، فين كاينين بزاف ديال الحاجات كيتصنعوا باليد وبقاو محافظين على الأصالة ديالهم. صراحة أماكن تستحق الزيارة، ولكن إن شاء الله في المستقبل يكون عندي الوقت بزيادة وندير لكم يعني جولات في التاريخ ديال المدينة القديمة اللي غادي تنبهروا بها فعلا. كيف كتشوفوا هنا رحنا دايزين حدا القصر الملكي في الاتجاه ديال الملاح ودبو الخصيصات، تما فين كيقدر الواحد يتقدى الحاجات الشعبيه، البيجامات، القصريات ديال الذهب، الاتات ديال المطبخ، كل ما نحتاجه في حياتنا اليوميه غادي تلقاوه هنايا. كيف ما كاينين اسواق في حي النرجس او لا في مونفلوري، هما اللي مشيت صراحه اللي قدرت نوصل لهم. ما تبارك الله الاحياء عامره حي السعاده، بزاف ديال المناطق فاس فيها يعني يقدر الواحد يتسوق منها. هنا بغيت نشارك معكم الملاح، صراحه فيه بزاف ما يدار. هانتوما غادي تمشيو معايا خطوه بخطوه. هنا كاين الباركينغ كنخلصوا فيه 5 ديال الدراهم للسياره، وكيف كتشوفوا هنايا المدخل ديال الملاح. هنا كاين هاد مول العصير اللي صراحه كيدير العصير الليمون رائع بدون اضافه السكر او لا شي مواد. ملي كنسالي التقديه ضروري ما كندوز كندير عنده واحد الاستراحه. ولكن قبل ما ندير معكم الجوله هنا في المدخل ديال الملاح، كيف كتشوفوا هنا المعدات ديال المطبخ، من الفران، من الثلاجات، من كل شيء متواجد في الدخله ديال الملاح. هنا بغيت نشارك معكم واحد المحل اللي حمقني بزاف بزاف، في داكشي ديال الاصاله ديال الفخار، كاع داكشي اللي كيبغيو السياح اللي ماشي مغاربه حتى المغاربه بطبيعه الحال. درت عند واحد الجوله اللي حمقني المحل ديالو، تبارك الله عليه داير مقتطفات من كل حاجه اللي يقدر يحتاجها الانسان. كيف كتشوفوا اول الفيديو غادي يشرح براسو هاد المنظمات ولا الحاجات اللي كنقدموا فيهم في المائده ديالنا. صراحه كيحمقوا الوان واشكال بهذا الرشيمه هذه، والشموع كيف كتشوفوا حتى هي بالوان مختلفه وكتغري. ما كرهتش ناخذهم كاملين صراحه. المهم خديت من عنده شي حاجات اللي جبتهم هدايا صديقاتي الالمانيات، وكيف ما خديت من عنده شي حاجات اللي عجبوني لداري. ان شاء الله في المستقبل نقدر نشاركهم معكم الا جابتها الفرصه. سيد ظريف بزاف التعامل ما شاء الله عليك، يعني كيوري لك حتى شي اشكال واخا ما تشريش معليه كتستافد، كتشوف الجديد، كتشوف الطريقه باش تخدمات، كيعطيك معلومات اللي كتخرج من المحل حتى لو ما شريش شي حاجه كتكون مستفد من معلومات كثيره. واللي عجبني اكثر هما هذوك الصور اللي شاركت معكم في البدايه، كان السيد كيقلبهم كنت كنشوف معاه تبارك الله صوره كتحنت في صوره كلها مناطق تاريخيه وكذكرى زوينه لمدينه فاس. هما وداك الزليجات، كاينين زليجات اللي فيهم المانيات وكاينين اللي لا، تقدروا تذكروا بهم المائده ديالكم، ديرهم دي سوطاس مثلا. وحتى هذوك الصور فيهم حتى هما المانيات اللي نقدروا يعني نلصقوهم على قطع حديديه بحال مثلا الثلاجه. وكيف ما هضرنا بزاف على هذا الفخار اللي كتشوفوا صراحه كيحمق، حاجه تصغيورين وحليل وين. وقال لي الفرق ما بين الفخار ديال مدينه اسفي والفخار ديال مدينه فاس، وقال لي لا يعلى عليه ديال مدينه فاس لان فعلا مصنوع باليد ماشي بحال الاخر، يعني كيستعملوا الماكينات اكثر باش كيكون المنتوج اكثر. فالحاجه التقليديه اللي مصنوعه على اليد بطبيعه الحال كيكون الثمن ديالها بوحدو. فكيف قلت لكم كتلقاو عنده كل حاجه كطيح على البال للديكور والزينه ديال البيت، كتكون واحد البصمه مغربيه 100%. وعنده حتى الزيوت او الزيوت المعطره، عنده البخور، عنده بزاف ديال الحاجات صراحه. انا سميتو المغاره ديال علي بابا لان محل صغير وفيه تبارك الله كل شيء كيف ما كتشوفوا. وهذا المحل متواجد بالضبط ملي كنفوتو الملاح وكيجينا بالخصيصات، كنفوتو في ديك التقاوس كنمشيو نيشان حتى كنلقاو الجامع العلي من ديالنا. وهذا المحل كنزيدو غير شي خطوات راه متواجد على اليسر. من بعد احبابي غادي تشوفوا الملاح عمار تبارك الله، ماشي بحال البدايه. داك الساعه كان الاقبال على عيد الاضحى، الناس كيشريو الهدايا والحوايج لوليداتهم،
وكيف شفتوا حتى في المواد ديال جوان أو في شهر 6 كانت الحفلات والمناسبات والأعراس مسموحة، فكانوا الناس أيضا كيتقداو الأغراض اللي خاصهم. ودابا رحنا في رأس السنة الهجرية، كانت من لكم سنة تدخل عليكم بالخير والتيسير والهنا وراحة البال، والله يعفو علينا من هذا الكوفيد يا ربي الحبيب. ودابا غادي نرجعكم للمدخل الاول ديال الملاح، فين خلينا مول العصير. كتكون هذه هي البدايه على هذا الشكل. هذا انا صراحه مشيت مور العصر بقى الدنيا خاويه، يلا دير العصر شويه، كدير ديك 6 7 كتبدا كتعمر الدنيا. المهم انا ما طولتش بزاف، حدي 9 تقريبا، واخا الحمد لله في الوقت اللي هبطت انا فيه المغرب صراحه كانت الاجواء ديال كوفيد خفيفه، والحمد لله كانت الحياه رجعت للمجرى كيف كتشوفوا الناس عايشين حياتهم طبيعيه جدا. لكن مع الاسف حاليا انتما كتشوفوا الاوضاع كيف تبدلت. ما علينا، كيكون هذا هو السوق متوفر فيه كل شيء، الاحذيه الرياضيه، الملابس، الشنط للسفر، الشنط اليدويه النسائيه، البيجامات، الملابس الرياضيه. خصوصا انا اخذت بزاف لوليداتي كيحماقوا على ماركات معينه وفرق ديال الكره معينه، تما كنلقى الملاد ديالي والكاليتي ديالهم طوب صراحه بحال الاصليين. هنايا الثمن ديالهم خيالي جدا والكاليتي ديالهم عيانه على هادو اللي كاينين هنا في هاد الاسواق. واللي عجبني تبارك الله كاين الاختيارات بالنسبه للنساء المحجبات، بالنسبه للملابس ديال الخروج، البيجامات او لا حتى القفيتنات والجلالب. تبارك الله وصلى على النبي، دابا خرجوا شي جلالب ما شاء الله. دابا الفقير يلبس والغني يلبس، كل شيء في المتناول. واللي زوين في الاسواق الشعبيه كيف ما كتشوفوا كاينين بحال هاد الاكلات، وكاينين حتى مطاعم شعبيه. يعني الواحد ملي كيمشي من هنا كيتفكر الطفوله، كيتفكر الماضي، والحمد لله على هاد النعم. المغرب تبارك الله فيه كل خير. وهاد الحي ديال الملاح كان معروف من زمان، اولا شحال هادي كانوا يعني ساكنينو اليهود المغاربه، كانوا معروفين بالتجاره من داك العهد، وبقات الاسواق محافظه على الشكل ديالها. وحتى البنيان الا غادي تشوفوا كاين فرق كبير ما بين البنيان ديال هاد المنطقه هادي على البنيان المغربي الحالي. ملي كنساليو هاد الشارع هذا راه تقريبا فيه شي 200 ولا 300 متر، كله عامر بالاسواق وبالملابس كما سبق لي وذكرت. غادي يبداو القصريات ديال الذهب، خديت لكم تما مقتطفات شويه، لان صعيب باش تبقى تصور المجوهرات، كاين صحاب المحلات اللي ما كيبغيش، وكتحسي حتى براسك بالازعاج، الناس كتبغي تسوق. خصوصا كيف قلت لكم كانت يعني الاجواء مفتوحه والناس كتسوق مساكن الاعراس ديالهم كيوجدوا المناسبات ديالهم، فكان الازدحام تماك في القصريات. لكن حاولت رغم ذلك ندير لكم مقتطفات. ملي كنساليو القصريات ديال الذهب صافي كيجي الشارع اللي كيقسم الجزء الاخر ديال الملاح، وديك الشارع كيتسمى بولخصيصات. على اليسار الا مشيتو له تماك فين غادي تلقاو المستلزمات ديال الحلويات ودال المناسبات ودال الاعراس، بخصوص لي دغاجي، الحنه، كل مستلزمات الحفلات كتلقاوهم تما. كاين اللي كيبيع بالجمله وكاين اللي كيبيع بالتقسيط على حسب نتوما وشنو بغيتو. من بعد ملي كندوزو في داك القوس
غادي تما كتلقاو ايضا المطاعم ديال السوسيس، هذا كتلقى ريحته واصله لفين وفين، كيكون عليه الزحام، كاين الضرام شويه وكاين الهنديه وكاين وكاين وكاين. وتما ايضا كاين واحد مول باناشي كيصوب واحد العصير خطير، الا هبطتو على يدكم ديال اليمين في الشارع قبل ما تدخلوا في القوس. حدا هذاك مول العصير كتبدا تما واحد القيصريه اللي كانت تحرقات شحال هذه، ودابا بناوها حتى هي داروها اسواق من هذا النوع، هذا فيها كل ما يحتاج الواحد في الملابس وفي الاواني المنزليه. المهم نرجعوا دابا للقوس، ملي كتدخلوا فيه غادي تلقاو البليغات، غادي تلقاو السنيدلات، الصبابط، الحوايج، التكاشط، البيجامات، وانتم غاديين يعني انتم غاديين وانتم كتكتشفوا ما شاء الله، وغادي تلقاو يعني اماكن مسقفه ومن شحال هذه باش كتبقى يعني كيبقى الشارع مضلل، الناس ما كيتبهدلوا لهمش حوايجهم صحاب المحلات، وحتى الناس اللي كتسوق ما كتعبش الا كانت الشمس وكان الجو حار. غادي نخليكم تكتشفوا المنطقه، وحتى الناس اللي كيعرفوها نقدر نجيب لهم الحنين بهذا الفيديو، يبقاو كيمشيو في الشارع ويتفكروا. سبحان الله انا هكا ملي كنشوف شي فيديو على فاس كيجيوني الدموع سبحان الله العظيم. المهم غادي نخليكم تكتشفوا الملاح، وغادي ندير لكم في الاخير مقتطفات من عند السيد اللي كناخذ من عنده العطريه والتوابل وكاع الحاجات اللي كيخصوني للمطبخ قبل ما نجي لالمانيا. هذا السيد متواجد في مونفلوري، حي مونفلوري، شارع الكرامه. ان شاء الله غادي نخلي لكم الاسم ديالو في يا اما في صندوق الوصف يا اما ملي غنبقى ندير ستوريات. بقاو تنتبهوا عفاكم ستوريات كنبقى نزل بعض المرات فيهم شي معلومات اللي ما كنذكرونش في الفيديوهات. فحتى السيد ما شاء الله عليه في التعامل لا هو ولا الناس اللي كيخدموا عنده تبارك الله عليهم، سيرفيابل، عائله وحده، وشنو ما بغيتي كتلقى عندهم، وكيعطيني شي خلطات اللي ما كتلقاهمش في السوق نهائيا، وكيكونوا يلا خرجوا في الموضه مثلا بحال الخلطه المكسيكيه ديال التوابل، شنو ما بغيتي ديال البسطيله، ديال الحوت، ديال السكسو، شنو ما بغيتي يقدروا يوجدوا لك في البلاصه، وكيطحن عطريه طريه على حقه وطريقه. المهم غادي نخليكم مقتطفات في اخر الفيديو. كنتمنى احبابي تكونوا تونستوا بهذا الفلوق هذا، نقول لكم تهلاو لي فراسكم، فرجه ممتعه، الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامة. يا ليلي وعلاش واللي يحبه